مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. وعدت دول الاتحاد الأوروبي غيرها من الدول غير الأعضاء في حلف الناتو بتقديم المساعدة العسكرية في حالة وقوع هجوم عليها، وينطبق هذا على النمسا ومالطا وإيرلندا وقبرص وفنلندا والسويد. وقد علق المستشار النمساوي كارل نهاما بأن هذا الأمر رائع، حيث أن حرب أوكرانيا قد أظهرت مدى أهمية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة وما يعنيه ذلك بالنسبة للسياسة الدفاعية، مؤكدا أنه لن يكون هناك جيش أوروبي موحد، حيث لا يوجد حاليا أي مساعي لذلك لأن عملية صنع القرار السياسي برمتها لم تكتمل بعد من أجل الحصول على انتشار عسكري من قبل جيش الاتحاد الأوروبي على الأرض. والآن يتعلق الأمر بتعزيز قابلية التشغيل البيني للقوات الوطنية. قال منسق شؤون اللاجئين في المستشارية النمساوية ميخائيل تاكاس أنه وصل إلى النمسا حتى الآن أكثر من 100,000 لاجئ قادمين من أوكرانيا، وذلك منذ العملية العسكرية الروسية، منوها إلى أن 80% منهم فضلوا الانتقال إلى دول أوروبية أخرى، مضيفا أنه جاري حصر عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا والذين أرادوا البقاء في البلاد، مشددا على ضرورة سرعة التسجيل في مقر شرطة الولاية حتى يتم إصدار جواز سفر نازح بشكل عاجل ومن ثم يسهل دخولهم إلى سوق العمل. كما لفت تاكاس إلى أن مركز رعاية اللاجئين الأوكرانيين في فيينا يوفر بشكل عاجل أماكن الإقامة والرعاية الطبية والوجبات اليومية والنفقات الشخصية. بعد إعلان نية الحكومة النمساوية إنهاء اختبارات كورونا المجانية وبعد إنهاء التعاقد مع مختبر لايف برين في فيينا، أنهى المختبر عقد 1200 عامل الأسبوع الماضي، وأنهت شركة نوفيجينيا المسؤولة عن النمسا السفلى والعليا وسالسبورغ العقود الأولى مع الدولة. وهنا يواجه وزير الصحة الجديد يوهانس راوخ القرار الذي اتخذه سلفه، وهو إنهاء تمويل الاختبارات المجانية، حيث أنه يريد التمسك به وإجراء اختبار أو اختبارين في الأسبوع. أما ماغنوس بونا وزير المالية فقد قال إنه لم يعد من الممكن إتاحة اختبارات كورونا للجميع مجانا في أي وقت. لا تزال العديد من فرق الإطفاء تكافح حريق الغابات الكبير الذي اندلع بعد ظهر يوم السبت لسبب غير معروف بالقرب من الحدود الألمانية في منطقة أونتربينسفانغ في تيرول. وقد أكدت شرطة مدينة ترويت في تيرول أن ألسنة اللهب ستشتعل مرارا في بعض الأماكن. ولا تزال هناك 35 هكتار من الغابات تتأثر، حيث أن بعض الحرائق اشتعلت مرة أخرى يوم الأحد بسبب الرياح القوية، وقد قامت 5 طائرات هليكوبتر و180 رجل إطفاء بالاستنفار صباح اليوم الاثنين مرة أخرى، ويقوم 13 مساعدا من الصليب الأحمر لرعاية رجال الإطفاء في الموقع. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.